كلامك كان صح يا إيمان. أشباح، أرواح وعفاريت. بدأت الحالة. مسكونة وفيها جن، فيها أشباح. إيمان، نحن طالعين الجزيرة الحمراء. أنت مجنون؟ حد يصير هناك؟ ليش؟ كلها جن أحمد، لا تتخبل. كل حد كان يقول لي أحمد الجزيرة الحمراء، الجزيرة الحمراء، وأنا أعرف أن هالمكان موجود في رأس الخيمة. كل البيوت اللي هني مهجورة، الحين بنستكشف بالضبط شو مستوي. أبغى أشوف في ناس، هل في شيء، وبعد الدنيا يمكن تظلم بعد شوي ونشوف شو موجود هني. شو الأصوات؟ لا لا، هاي يلعبون كرة. انتوا بس كنتوا تيجون تخافون، هاي يقول لي في ناس وانتي اصوات وانسان اختفى، مو يعني ابدا ما تشجعون الواحد يمشي في هالمكان. اكو هالمسيد المهجور، طاي درايش تقولين كان السجن الاول، ها كل بانين قبل الاتحاد، ترى ها قبل الستينات. في حد فوق، سمعت صوت من فوق. من فوق؟ هي نو والله بدأت الحالة. We tend to think in a rational way yeah. the place. So yeah. we wanted to see what it looks like when people go away en masse. Yeah. Yes, and leave the place behind. How does it look like? Yeah. Yes. والزعاب معروفين انهم كانوا يصيدون، كل حصى تشوفون فيها صدف، كل حصى موجوده، حتى على الدار يوم كنا نمشي تشوفون صدف على كل دار. مهما كان هو صح انه مهجور يعني ما في حد، بس ان نتذكر انه كان في فعلا حياه وفعلا يعني حد كان موجود في هالمنطقه. كيف تعرف انه مرسوم انسان راس منه؟ ولا جني؟ في ناس قالوا شافوا يعني جني، وشافوا واحد يمشي قدامهم ويختفي. بس احس انه هذا انا اذا شفته بصد عظام هني. هاي مش عظام. البيت جدا قديم، حتى السقف بدا يطيح يعني، بس اللي ماسكنه اساس البيت نفسه، وتشوف يعني صغير جدا، بس في غرفتين تقريبا، اظني اللي على اليسار كان حمام بعد، ولا ايش؟ اوكي ما في شيء هنا. هني غرفة، تعالوا. أشوف أشياء تتحرك بسرعة. في طيطار، في طيطار. شو وضعك يا طه؟ تمام. في ناس يقولون جن، بس في ناس يقولون لا، بس سمعنا أصوات يعني. أصوات. هو كنا دومني هني في الليل، ما نشوف شيء. أمو ربيعي يا أخوي خراط عود جذاب ولا والله العظيم خلى ساعني والله شرد. وقبل هاي مهجورة الحين تقريبا صار له من حوالي من بقول لك من 45 سنة. مش من اليوم يعني، هم من الستينات طلعوا، صاروا تقريبا في 67 أو 68 طلعوا، صاروا أبو ظبي، وحد منهم ياوي الشارجة، القليل منهم ياوي الشارجة ياوي دبي، ولكن الأغلبية موجودين في أبو ظبي، وبيوتهم ما زالت موجودة. كل بيت لقصة، وكل بيت دخلته بانين بطريقة مختلفة، وصراحة يعني إحساسي أنا يوم أدخل البيت، في بعض البيوت أحس بالكآبة فيها، يعني شعور غير مريح يعني، وفي بعض البيوت أدخلها أحس بالراحة، يعني أحس بالحياة اللي كانت فيها قبل، مثل المدرسة يوم دخلناها، في الصفوف تشوفونها، فتخيلت يعني
كيف كان جوهم قبل، كيف كان كانت طريقة حياتهم. مكان يعني لازم الواحد يجي لازم يشوف شو هو، انتوا لازم تجربون هالمكان لان فعلا مكان تراثي قديم. جزيرة الحمراء بشكل مختصر يعني مكان فعلا مهجور. بس الحين تسألني احمد هل هالمكان صدق مسكون، هل في جنون؟ انا يعني من تجربتي الحين اللي جربتها ما واجهت شيء، بس الإحساس والشعور اللي أنا حاسس به يعني صراحة في هالمكان يعني مو مرتاح 100%. بس في نفس الوقت ما أقدر أقولكم هي الصح في جنون وهالقصص كلها اللي قالوا لي إياها صدق، بس اللي أقدر أقولكم إياه إنها كانت تجربة حلوة والمكان صراحة يعني لازم تزورونه وتشوفونه. وفي نفس الوقت يعني لا تهونوا بروحكم صراحة، لأن لو أنا كنت بروحي مستحيل أتم في هالمكان، على طول بطلع. شكله لايت سيبر مال ستار وورز. انزين الحين بنتصل بإيمان ناخذ رايها، نبغى نشوف شو بتقول عن الجزيرة الحمراء. مرحبا إيمان.